ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ساعات قليلة جدا تفصلنا طبعا عن اللقاء المرتقب والمنتظر وديربي كبير جدا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في بطولة السوبر. الكل هنا بيدعم النادي الأهلي، لعيبة متواجدة، اللعيبة القدامى متواجدة، الكل بيساند أمير النادي الأهلي، الجمهور كل إن شاء الله النهاردة يكون على قلب الرجل الواحد ونعود إن شاء الله ببطولة السوبر رقم 12. أنا معايا بالفعل أمير كابتن أحمد صديق نجم نجوم للنادي الأهلي ومدير أيضا كمان الأكاديمية الخاصة هنا في الإمارات بشكل عام. كابتن أحمد، يعني كالعادة الدعم والمساندة يعني مش جديد على أولاد النادي الأهلي، كل واحد عارف قيمة المباراة من النجوم اللي يمكن لعبت النادي الاهلي وشاركت في النادي الاهلي، عارف اهميه هذه المباراه وتحديدا في الامارات. بخبرتك كده حطنا في الاجواء، بتشوف الجيم ازاي؟ كده كريم طبعا بالتوفيق النهارده باذن الله، ان شاء الله تبقى ان شاء الله مباراه موفقه كده ان شاء الله، وتكمله للمسيره النجاح الحمد لله اللي النادي ماشي بيها الفتره الاخيره. طبعا مباراه صعبه مع نادي كبير زي نادي الزمالك، لكن ان شاء الله متفائلين خير باذن الله. يعني ان شاء الله لو بخبرتك كابتن احمد، يعني لعيبه بتفكر في ايه باللحظات دي؟ كلهم لعيبه كبار وعندنا لعيبه على قدر المسؤوليه كالعاده، لكن اللعيبه في اللحظات اللي قبل انطلاق المباراه دي تفكيرها بيبقى في ايه؟ دوافعها بتبقى ازاي؟ يعني الجهاز الفني بيتكلم ازاي؟ انقل لنا كده الدوافع ده كابتن. والله هو المهم في الموضوع ده كريم ان كل اللعيبه دلوقتي فصلت تماما عن كل الاجواء اللي حواليها، هي دلوقتي كل مركزه ان في الماتش العب ازاي، هنفذ الخطه ازاي، ان شاء الله ان شاء الله الدوافع للمكسب ازاي، كل يعني مع احترامي الكامل لكل الاجواء اللي احنا شايفينها، وان المباراه منظمه في مكان رائع وتنظيم رائع للامانه في بلد جميله جدا بلد الامارات، وخصوصا في العاصمه ابو ظبي كمان كان عاملين اجواء هايله للمباراه من اكتر من 4 5 ايام كمان. كل الامور بتساعد ان شاء الله المباراه تبقى تليق بالنادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله السوبر، بطوله مهمه. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعني ثلاث حاجات يعني على ما اعتقد يا كابتن احمد لو النادي الاهلي طبقهم هيكون ان شاء الله باذن الله عائد بالسوبر: شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء وجمهور النادي الاهلي اللي عليه دور كبير جدا. تتفق معايا في الكلام ده ولا لا كابتن احمد؟ والله يمكن احنا تعودنا يا كريم ان كل مباراه مهمه، مباراه سوبر زي مباراه دوري زي مباراه كاس مباراه افريقيا، كل مباراه بالنسبه لنا مهمه. المكسب ده شعار النادي الاهلي في كل المباريات، يمكن انت حتى بتشوف المباراه الوديه لو كنا بنلعب مباراه وديه كان الاداء مع المكسب مهم جدا، واكيد مع النتائج الكويسه قوي اللي الاهلي ماشي بيها محليا وافريقيا كمان ده دافع قوي. يمكن ان شاء الله ان شاء الله متفائل، لان يعني زي ما بقول لك 15 مباراه على التوالي بدون هزيمه باداء كويس جدا جدا، يمكن كنا محرومين منه انا بقالنا فتره، يمكن حتى كنت بتكسب، بس الحمد لله الاداء دلوقتي الاداء الجمالي مع الفنيات اللي موجوده للفريق مع الحاله الفنيه والبدنيه اللي ما شاء الله موجوده عليها كل اللعيبه بلا استثناء يمكن من فتره طويله قوي ما شفناش، ان الحمد لله يعني بفضل الله ان اي حد في الاهلي بيلعب بنفس السيستم بنفس الاداء الفني الرائع بالنتيجه الايجابيه اللي موجوده، فيمكن تبقى لنا فتره طويله جدا ما شفناهاش، فالحمد لله ده متواجد. نتمنى التوفيق لان كل المباريات القمه اللي الواحد عاشها على مدار السنوات اللي فاتت بيبقى التوفيق فيها. يمكن ممكن تبقى النادي الزمالك مش بقى له فتره مش ماشي كويس ويجي في مباراه قمه بتلاقي الاداء مختلف، والعكس مع النادي الاهلي، لكن احنا ان شاء الله يعني متفائلين لان الحمد لله النادي ماشي باداء مستقر الفتره الاخيره، اداء فني ونتائج رائعه، فنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله كريم ان شاء الله. كمان سر من اسرار نجاح النادي الاهلي واحترام المنافس بغض النظر عن الاسم سواء الزمالك او غيره، وكمان يعني مطلوب ايه من اللعيبه كابتن احمد في المباراه دي او تحديدا في بطوله السوبر؟ تركيز مش اكتر من كده، دي مباراه واحده ببطوله وبطوله مهمه كمان، الحمد لله يمكن احنا متعودين عليها لنا النصيب الاكبر فيها الحمد لله، لكن زي ما بقول لك بتبقى صعوبتها كلها انك مباراه واحده ببطوله، بطوله بتضيف لرصيدك، مدير فني عايز يضيف لرصيده، يمكن لسه واخد البطوله دي قريب جدا مع برضه نادي الزمالك، لكن اكيد اكيد بيبقى لها طبع خاص كمان لو اتحققت مره ثانيه في وقت قريب وقت قصير. مع زي ما بقول لك يمكن مباراه القمه كمان يا كريم انت عارف يمكن احنا حتى الموسم اللي فات كنا واخدين الدوري ومباراه قمه ما كانش ليها اي علاقه ببطوله الدوري انت كنت خلاص، ومع ذلك الاداء كان كويس جدا، يمكن انا حتى كنت في قناه النادي بعد المباراه مباشره وعلقت على كوره لعلي معلول احنا كسبانين واخدين بطوله مباراه مع احترامي الكامل خلاص الدوري خلص، ومع ذلك لو شفت علي في كوره في اخر الماتش تاكلينج على الخط وقام بقوه فهو ده النادي الاهلي، ما بيفرقش معاه مباراه وديه من مباراه رسميه من مباراه بطوله. نتمنى التوفيق لان في الاول والاخر التوفيق هو بيبقى شعار المباريات دي. شكرا جدا يا كابتن احمد، وان شاء الله نبارك لك باذن الله بعد هذه المباراه ان شاء الله، ومشرفين هنا في الامارات، وان شاء الله ان شاء الله نحتفل كلنا بعد المباراه باذن الله ان شاء الله. شكرا كريم، التوفيق الشكر والتقدير طبعا لكابتننا الكبير ونجم نجوم النادي الاهلي كابتن احمد صديق. الامور يا امين هنا الحمد لله يعني كلها بتنعكس على اللعيبه، الحماس الكبير جدا وجمهور النادي الاهلي متواجد بكثافه خارج الفندق، ويمكن زي ما قلت لك داخل الفندق في امور كتير ناس اتكلمت قالت ان الفندق
ممكن يبقى في زحمه في جمهور وكده، لا خلاص يعني الامور دي انتهت تماما. لحظات يمكن نقدر نقول في خلال الساعات اللي جايه امير اكيد هيكون معانا لقاءات جماهير نقول لك الحماس هنا عامل ازاي والدوافع عامله ازاي، لكن ان شاء الله باذن الله امير عقب انتهاء هذه المباراه احساسنا الكبير وثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي باذن الله يكون التتويج من حليفه للنادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير باذن الله. يا كريم استنى بس، انا لازم استغل فرصه ان انت متواجد معايا دلوقتي على الهواء مباشره من ابو ظبي، وعايز اطمن بشكل اكبر، والجمهور دايما بيحب يسمعك، عايزين نعرف كواليس المعسكر دلوقتي لعيبه النادي الاهلي بتعمل ايه، بتستعد ازاي لهذه المباراه، في محاضره مثلا، الامور ماشيه ازاي، دخلنا الاجواء على طول يا كيو. يمكن اقدر اقول لك يا امير طبعا يعني في اللحظات دي نقدر نقول المحاضره هتكون الساعه 7:10 بتوقيت الامارات، هي المحاضره الفنيه الاخيره لمستر ريني فايلر، ما بتستغرقش 10 دقائق يعني 12 دقيقه، يمكن الراجل عود لعيبه النادي الاهلي على كده. التحرك يا امير هيكون 7:30 مساء بتوقيت الامارات، ترتيبات امنيه على اعلى مستوى، يمكن هنشوف كمان من خلال الطريق هيكون معاك طبعا الطريق لايف مع الفريق النادي الاهلي للوصول للاجواء ان شاء الله تكون معاك، لكن بقول لك خلاص اللعيبه دخلت في جو تركيز كبير جدا لان خلاص ساعات قليله جدا تفصلنا عن هذه المباراه. اكد لك يا امير 7:30 ان شاء الله يكون التحرك، وصلنا الاستاد اكيد هننقل من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وعلى مدار اليوم ننقل الجمهور الحضور. يمكن ذكرت ان الجمهور وصل ل 26,000 مشجع اهلاوي، طبعا يعني مش عارفين الرقم الثاني بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، لكن اكيد العدد اقل بكثير، هو ده جمهور النادي الاهلي اللي اكيد النهارده هيزين استاد محمد بن زايد، وهيكون ليه كلمه السر ان شاء الله النهارده في هذه المباراة. بإذن الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا.